هذا الحكي تقريبا سنة 1995 من طيارة صغيرة من طيارات الحركية اللي هي طيارات مخيطين. احنا كلنا نعرف طيارة مخيط واحد، بس الخيطين اللي انت ممكن تحركها بين اليمين واليسار وفوق وتحت، يعني تتسوى فيها حركات. وبعدين بس بلشنا نروح وين المهرجانات اللي قاعدة تصير في العالم، وبس ودخلنا في هالمهرجانات، وكل شوية كانت تكبر الطيارات. يعني من بلشنا بهذه تقريبا مساحتها حول نص متر مربع، خلال 3 سنين ملكنا احنا اكبر طيارة بالعالم، لا تزال مسجلة بالجينيس بوك بمساحة 1000 متر مربع. هي الطائرات على يعني بشكل عام هي مكونة من الخام السبكترا، وحبالها تكون مقسمة بتقسيمة بحيث أنها تتوازن في الطيران بشكل مستقيم وما تنحرف لا يمين ولا يسار، وهذا يعطيها بالانس أكثر في الطيران. ومن وإحنا صغار مشت معانا لغاية ما كبرنا صارت معانا وظلت معنا كهواية، أنا شلون أربط الحبل وأعلم ولدي شلون يربط الحبل وشلون يطير طيارة بأي اتجاه.